قنبلة معطلة لكن أجل، على الأرجح تخص باري القزم الذي بنى قاعة لير العظيمة. أظنني أرى شيئاً. واو، أذلك دراكي؟ ماذا حدث هنا؟ إلزم الحذر. يبدو ميتاً. أجل، بالتأكيد ميت. أتساءل إذا أبي يحضر. ذلك صعبا. ابق حذرا، ربما هناك آخرون. أذلك الدريكي الذي قضى على الأول؟ إذا كان الأمر كذلك فعدوانيتهما هي ما قتلتهما. بالأسفل أرى منجماً، لابد أن هذا ما قصده دورلين. هناك مسارات أعلى اليسار، ربما نجد قطاراً آخر. أبي،
ماذا لو كانت الحرب مع أودين ليست لتير وحده؟ ماذا لو كانت لنا أيضا؟ الحرب ليست السبيل الوحيد. إننا آلهة، آلهة أفضل. نحاول إيقاف راجناروك ومساعدة الناس. ماذا لو كان سبيلنا لذلك هو الحرب؟ أترياس، الكور أمامكم. تلاعب بالكلام على ما أظن. الصعاليق يأتون من ذلك العمود، يبدو كالعش. علينا إعادة الأمور إلى مسارها. واو، هذا الشيء صغير. حسناً، سنتجه إلى اليسار. مهلاً، قصدت يساري. تحرك. اقتربنا إلى اليسار قليلاً. أجل، صحيح. الجولة الثانية، هيا. أرسل راكن أعطاك حجارة. راكن؟ أوه، دينر. أجل، مغطى بالطحالب. يمكن أن نريه لبروك وسنري عندما نعود. تفضل. حسناً، جئنا إلى هنا بحثاً عن تير لأننا لا نثق في أودين. إذا فكرت في الأمر، الحرب. نفل.
انهض أبي وحش. كان جنونيا كل شيء. محق يا أخي الصغير. حجر الشحذ لحاصد الأرواح الليلي. عند مقاومة احتلال الوسائل الواضحة هي الأفضل. قديم، لم يعد يستخدم. كفى حديثاً عنه، أتحدث عن حجر الشحذ.
احترس! احترس! أعتقد أني أرى ممراً إذا تخطينا هذه المادة الخام. إذن أطلقت العنان للسانك في القطار يا فتى. كانت مجرد كلمة، سمعت أسوأ من لا تهم الكلمة، لقد فقدت السيطرة. كنا نسقط في الهواء، ظننتنا سنموت. أتمنيت حقا أن تكون هذه آخر كلماتك؟ لا، في لحظات الكارثة الألم لا يؤثر في شيء، تحكم به، دعه يخدمك. لابد أنها تؤدي للمنجم، علينا تخطي هذه الحمولة. يبدو أنك أوقفت تدفق الماء في ذلك الحوض. أصب، فلنعبر. سنجد المزيد بالقرب من هنا، فلنجدها. هيا. هل متعاون مذكورة في اقتباسات مخيفة؟ ربما أصل إذا ساعدتني. عظيم، سأعبر لألقي نظرة أفضل. أبي، توجد بوابة هنا تؤدي إلى مدخل المنجم، لو يمكنك الصعود ساعدني لرفعها. لا.
هيا يمكنك القفز، ركبتاك ليست بهذا السوء. أدرياس آمل أن تنجح القفزة. يوجد حوض قشري آخر، كيف فكر الأقزام في هذا؟ ربما كان الحافز العظيم للراحة. لما تقوم بالعمل بينما يمكن أن تقوم به الأغراض المبللة؟ ليت تير معنا هنا. أدرياس، نبحث عن معلومات. أعلم، توقف عن التصرف وكأنني أشن حربا. ولكنك لم تقل خلاف ذلك. يا رفاق، هل لا نترك هذا الموضوع جانبا قليلا؟ ارفع من جانبك وسأفعل أنا من جانبي. أثقل مما توقعت. شكراً، فلنواصل التحرك. يبدو أننا وجدنا مدخل منجم دورلين. لدي شيء لأجلك. سيندري، ما الأمر؟ بما أنك تفتقر إلى مصدر للنور، عذرا، ولن يمكنك رؤية الأهوال في الظلام، هذه ستساعدك. فلنذهب لاستكشافاتك، أنا معك. شكراً يا سيندري، مهلاً. ماذا تعني؟ أهوال لا تحصى. كيافة، احترس. نجح. وجد الحافظ مجزما بالأرض. كان وشيكا.
أعتقد أننا وصلنا. هذا هو المنجم. مثير للاهتمام، لكن لا نزال غير مستعدين للاستفادة منه حاليا. احترس يمينك. يبدو أن المدخل الرسمي للمنجم مسدود، لابد من طريق آخر. من هنا. رائع، ليس طريقا مسدودا، فلنرى إلى أين يؤدي. هؤلاء مجددا. من أين يأتون؟ تؤكد الرائحة اقترابنا من منجم بالفعل. أعتقدني أسمع الماء أيضاً. تمهل يا أدرياس، احذر، كن مستعداً. أعتقد أني وجدت المكان الذي يأتي منه الصعاليق. سيربكونك بسرعة، لا تبتعد. إنها بيركس تدفع صعاليكها دون تحسب للمستقبل. هو كذلك بالنسبة لها. من اليمين. انتهوا. تخلف هذه المخلوقات رائحة بشعة. عواقب بسيطة لإبعادها بموطنها. فلنتحرك. ربما نتعمق بالقارب داخل المنجم، يستحق المحاولة. لن يمكننا الدخول بطريقة أخرى. آسف، أعرف أنك نهيتني، لكن لا يمكنني عدم التفكير في الأمر. نقضي كل وقتنا في مقاتلة الأشرار، ولا أعرف لما لا نفعل ذلك مع تير. نحن لا نعرفه. رأينا أضرحته، إنه قائد، حارب أودن حين خف الآخرون. إذا كان فعل ذلك من قبل، فلما لا يكرر الأمر؟ صور منذ زمن بعيد لا تحكي قصة كاملة. يوجد باب، بمجرد أن ننزل فلنتحقق من تير هناك، لابد أنه قريب. أشعر أنك غاضب مني أو شيء كهذا. منذ وصولنا إلى زفارت الفايم وأنت تنتقد كل تحركاتي. إذا لم ترى أن بإمكاني القيادة، قل ذلك. إننا لا نختبر أهليتك. حسناً، لكن ما معنى هذا؟ عليك التفكير في نواياك. المكان.
مكان ضخم، أظن أن بناءه استغرق عصورا. باب آخر، علينا التحقق منه. تعليمات دورلين لا تذكر أي باب. لا، نحن بمفردنا. سؤالك من قبل عن نواياي، أنوي مساعدة إله الحرب على إيقاف أودن، وهذا يعني تحريره من أي سجن هو فيه حالياً. تشبثوا يا أصدقاء. سندري؟ واحذروا عند الخروج منه، توجد مسامير صادئة ومخلخلة في كل مكان. أرأيت دليلاً لوجود تير؟ أترهنني سأتجول في متاهة المجارير؟ لا، ستنجحون في ذلك وحدكم. لا أعلم، الماء يبدو صافياً هنا. كما قلت، يبدو. النار مطهر قوي، لذلك النظافة مضمونة. لنأمل أن ينجح. سأسخن كرة الحدادة. بحاجة لشيء ما؟ هذا يخص أحد المتمردين؟ يوجد باب بعد هذه الفجوة مباشرة، ربما يكون في هناك. من كتب هذا كان يهتم بالتفاصيل. تدفق الماء معاق. أوه، يفيض الماء من حيث جمدت الحوض. هذا مفيد. كيف؟ يبدو أنك جعلت الماء يتدفق يا أخي. ماذا بعد؟ ليس بالضبط. لا بد من طريقة للف العجلة، صحيح؟ نجح ذلك. فلنذهب إلى الباب. هيا. تير؟ لا أعتقد بالمرة أن هذا مقر تير الحالي. لابد أنه هنا في مكان ما. هذا المنجم ضخم. أترياس، ما الذي تريد منع أودن من فعله؟ تتحدث كأنك تعرف خطته. لا أعرف خطته، لهذا نحن. إخوتي، بما أن الشتاء العظيم قائم وراجناروك على الأبواب، فإن أودن سيكون يائسا. أيا يكون ما يخطط له، فلن يكون لصالح أحد سوى نفسه. بالضبط. Yeah.
جيد أننا استكشفنا. لا أريد إحباطك، لكنه منجم في النهاية. أمير، هذا محبط. يا هل رأيت ذلك الشيء؟ هناك باب مكسور على اليسار خلف الرافعة، ربما حاولت الهروب. فلنتحقق. هذا سيجعل المقاطع يعمل بكل قوته. بدنا نصل. لم يبدو الأمر صحيحاً بالضبط يا أخي. مذهل، الماء المتدفق يمد الرافعة بالطاقة. عبقري. سنصعد في لمح البصر. أصب، هيا لنستقل ذلك المصعد. مؤكد أن تيم قريب. حسنا، تدريب جديد. فلنفكر في شعور تيل وهو محجوز داخل هذا المنجم. إذا كان أودن يحتجزني وتحررت أخيرا، سيكون أودن على الأرجح أهم أولوياتي. لكني سأريد مقاتلة أحدهم، أي شيء، ولو لمعرفة أنه لا يزال بإمكاني القتال. Yeah.
كبير؟ واو، ماذا حدث هنا؟ صعلوك آخر، تعالي. لم يكن تير بالتأكيد، يفضل التحقق. لا أرجو هذا القزم. أهذا أثر؟ ها. أشعر بنسيم، ربما نتمكن من الخروج عبر هذا الطريق. سرداب فارغ آخر. أخي الصغير، حان الوقت لنتخطى الأمر. لا تقل هذا حتى، سنعثر عليه. باب آخر على الجانب الآخر من المغارة، هيا بنا. كيف؟ المسار يستمر بالأعلى، علينا العبور فحسب.